معنا مشاهدينا الكرام عبر سكايب من امستردام الصحفي الفلسطيني ماهر حجازي. مرحبا بك سام ماهر. إذا هناك تقرير أممي ذكر أن 5 قتلى فلسطينيين بينهم طفلان، وأن 35 جريحا قد أصيبوا في غضون 12 يوما. كيف ترى تعامل قوات الاحتلال مع المتظاهرين والمدنيين في الآونة الأخيرة؟ نعم، بداية تحية لك وللسادة المشاهدين. يعني لا شك فعلا هذا التقرير اليوم من الأمم المتحدة هو يتحدث عن جريمة ارتكبتها قوات الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة الأسبوع الماضي، حيث استهدفت طفلان حسن الشلبي وهو 14 عاما، بالإضافة إلى حمزة اشتاوي 18 عاما. كان هناك استهداف واضح ومباشر من قبل الاحتلال الإسرائيلي بحق هؤلاء الطفلين. إضافة اليوم نحن نتحدث بعد تقريبا عام عن انطلاق مسيرات العودة الفلسطينية الكبرى في قطاع غزة، هذه المظاهرات السلمية نتحدث عن يعني أكثر من 400 شهيد فلسطيني من النساء والأطفال والرجال وحتى الكوادر الإعلامية والطبية. وبالتالي جرائم الاحتلال الإسرائيلي هي في تصاعد مستمر بحق أبناء شعبنا الفلسطيني، سواء كان داخل قطاع غزة المحاصر من خلال العدوان المستمر على المظاهرات السلمية في مسيرات العودة التي تطالب بكسر الحصار وإنهاء الحصار المفروض على قطاع غزة لأكثر من 12 عام، بالإضافة إلى أن جرائم الاحتلال الإسرائيلي أيضا متواصلة في الضفة الغربية المحتلة وفي مدينة القدس المحتلة. طبعا التقرير المتحدة تتحدث عن أيضا يعني الاعتداءات الإسرائيلية والاعتقالات التي يشنها الاحتلال الإسرائيلي في مدن الضفة الغربية المحتلة والقدس. هناك يوميا عشرات الاقتحامات للمدن في الضفة الغربية واعتقالات بالجملة للشباب والنساء والأطفال، وبالتالي الجرائم الإسرائيلية لا تزال تتواصل وربما أيضا يعني تزداد هذا العام حسب التقرير، أنها ارتفعت بنسبة أكثر من 110 لهذا العام، هذا الاعتداءات بحق أبناء شعبنا كما قلت في قطاع غزة وأيضا في الضفة الغربية يعني ومدينة القدس المحتلة. هذا داخليا، خارجيا سياسيا في مؤتمر وارسو، ما تفسيرك للغياب الفلسطيني عن حضور المؤتمر الذي يفترض به مناقشة القضية الفلسطينية أيضا؟ نعم، الموقف الفلسطيني كان واضحا، يعني موقف السلطة وأيضا موقف فصائل المقاومة الفلسطينية والموقف الشعبي الفلسطيني كان واضحا من خلال رفض هذا المؤتمر الذي يعني يعقد بدعوة من الولايات المتحدة الأمريكية في وارسو. كان العنوان العريض لهذا المؤتمر هو مواجهة الخطر الإيراني في المنطقة، لكن الواضح أنه هو هذا فقط هو العنوان، ولكن المضمون هو يتمركز في تصفية القضية الفلسطينية وما يعرف اليوم بتطبيع العلاقات العربية الإسرائيلية مع هذا الاحتلال الإسرائيلي. وللأسف يعني حضور 10 دول عربية معظمها من دول الخليج موجودة وتشارك إلى جانب رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو. الموقف الفلسطيني كان بالإجماع واضح رفض هذا المؤتمر، وهي فعلا يعني موقف يعني اليوم ربما الفصائل الفلسطينية ويعني حالة الانقسام الفلسطيني تغطي الشارع الفلسطيني، لكن اليوم كان هناك موقف واضح، الجميع رفض أن يكون هناك مشاركة في هذا المؤتمر الذي هو عنوان الرئيسي هو التطبيع من الاحتلال الإسرائيلي وأيضا تصفية القضية الفلسطينية. وكالة الأونروا ذكرت أن 40 دولة ترفع مساهماتها للوكالة عقب قرار واشنطن قطع تمويلها، يعني ألا يعد ذلك إخفاقا لسياسة ترامب إزاء القضية الفلسطينية؟ يعني من الواضح أن سياسة الرئيس ترامب هي هذه الإدارة الأمريكية الحالية هي من أشد الإدارات الأمريكية انحيازا للاحتلال الإسرائيلي. اليوم ترامب هو الذي يقود ما يعرف بصفقة القرن يعني لصالح إنهاء القضية الفلسطينية لصالح الاحتلال الإسرائيلي. أيضا كان هناك استهداف واضح من قبل هذه الإدارة الأمريكية لوكالة الأونروا المسؤولة عن إغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين هنا من خلال قطع المساعدات الأمريكية عن وكالة الأونروا. واليوم الأونروا تعاني منذ أكثر من عام أزمة مالية خانقة، أن هناك عدة خطوات من بعض الدول لسد العجز المالي. فعلا اليوم يعني الدعوة هي وحتى الموقف الفلسطيني السياسي والشعبي كان واضح من تجاه أزمة الأونروا أنه لابد أن يكون هناك حفاظ على وكالة الأونروا حتى تحقيق عودة كل اللاجئين الفلسطينيين إلى قراهم ومدنهم التي أخرج منها عام 1948. وبالتالي الانحياز الأمريكي في عهد ترامب هو واضح بشكل تام لاتجاه الاحتلال الإسرائيلي، واستهداف الأونروا ليس إنما يأتي في إطار إنهاء موضوع قضية اللاجئين وإنهاء حق العودة. حتى كان هناك استهداف من قبل الإدارة الأمريكية لما يتعلق بقضية اللاجئين والتلاعب
في أعداد اللاجئين الفلسطينيين الموجودين حول العالم. اليوم نحن نتحدث عن 6 مليون فلسطيني لاجئ خارج فلسطين، وأيضا هناك أيضا ملايين لاجئين داخل نعم الأراضي الفلسطينية. وبالتالي اليوم هناك أيضا استهداف واضح من قبل الإدارة الأمريكية بإعداد اللاجئين، وهذا يعتبر انحياز واضح للاحتلال الإسرائيلي، وأن يعني عهد ترامب هو أكثر الإدارات الأمريكية استهدافا للقضية الفلسطينية لصالح الاحتلال الإسرائيلي. الرئاسة الفلسطينية ذكرت أن حل القضية الفلسطينية على أساس قرارات شرعية دولية هو مفتاح الأمن والاستقرار في الشرق الأوسط. ما تقييمك لجهود المجتمع الدولي في هذا الشأن؟ يعني للأسف جهود المجتمع الدولي لا تزال هي دون المستوى. الشعب الفلسطيني هو الذي له الحق في أن يعيش في أرضه. هو الاحتلال الإسرائيلي هو الذي جاء من مختلف أنحاء العالم، هؤلاء الإسرائيليون والصهاينة جاءوا إلى فلسطين، وهم الذين طردوا أصحاب الأرض الحقيقيين من أرضهم. وبالتالي للأسف حتى هذه يعني هناك قرار أمم المتحدة، القرار 194 الذي ينص على عودة اللاجئين الفلسطينيين، لا تعترف به، يعترف به الاحتلال الإسرائيلي ولا يتم تطبيق هذا القرار. وبالتالي للأسف الجهود الدولية هي دون المستوى ولا تنصف حقوق الشعب الفلسطيني. اليوم الشعب الفلسطيني له الحق في أن يعود كل لاجئ فلسطيني إلى أرضه ومدنه التي هجر منها عام 1948، والاحتلال الإسرائيلي لا يلتزم بأي قانون أو قرار سواء صادر عن هيئة الأمم المتحدة أو صادر عن مجلس الأمن. نعم كان هناك العديد من القرارات فيما يتعلق بالأسرى والمستوطنات وأيضا قانون يهودية الدولة ولكن وتهويد القدس، ولكن هذا الاحتلال لا يلتزم بالشرعية الدولية. هو يعول في هذه الآونة على الإدارة الأمريكية وعلى بعض الأنظمة التي فعلا تسعى إلى دعم هذا الكيان الإسرائيلي على حساب نعم حقوق الشعب الفلسطيني. عبر اسكاب من امستردام الصحفي الفلسطيني ماهر حجازي، شكرا جزيلا لك.